على قبل 8 درهم كل شهر باع راسو لشرف اكبر من امو، فتخيلوا شنو غيدير الا عطاوه يشد مليون بارده بشرط انه يخلي اللي يسوى واللي ما يسوى يضحك ويتنمر عليه. فواش الثمن فحال هذا يستاهل انك تشوه صورتك وصوره عائلتك؟ بلا شك عرفتوني كنهضر على المغربي اسامه اللي بغى يقول بمهمه امريكانيه، ما خلى ما دار باش يقنعها باللي كيبغيها لدرجه انه دار معها علاقه حميميه. بالحق الشيبانيه صدقات نسقه وتغدات به قبل ما يتعشى بها، دارت ليه سقوليب عالميه خلات كاع المغاربه يتشفاو فيه. سو كيفاش وقع البلان؟ واش بصح ديك الشوهه كامله اللي وقعت كانت غير تمثيل، وانه على قبل الفلوس اسامه وعائلته قبلوا انهم يدوزوا في برنامج امريكي ويشوهوا السمعه والصوره ديال المغاربه؟ بل اكثر من هذا الشيء، يبينوا البراني على ان الرجل المغربي انسان متناقض ومتعصب ومتخلف. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا فولو للباج وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، حيت في هذا الباج كنهضر على جميع المواضيع اللي تقدر اما تنفعك اما تفوج عليك واحد شويه. العلاقه ديال اسامه وديبي بدات 3 سنين هذه فاش كان يلاه في عمر 21 عام، شافها كتلوح التصاور ديال شنو كترسم في السوشيال ميديا ودخلها دخله ديال التران، بين ليها بلي هما بجوج غيجيو مع بعضياتهم وكلا ليها دماغها بحلاوه لسان. ومع هي نيت غير على سبه كي قال ليها اجل المغرب نتلاقى وجات كتجري. حتى لهنا كلشي مزيان، والقدر وقف مع اسامه وقفه رجل واحد. داها اللوطيل ترتاح شويه وخرجها ركبت على الجمل وسارها مزيان، وباش يبين ليها الحب ديالو داها لواحد القهوه ودار فيها رومانسي وبدا كيقرا عليها الشعر اللي كتبو خصيصا على قبلها. وكتقول القصيده: As the sun sailing in the sea, you sail into my dark world. You make all the poems dancing. Oh, you the messenger of the words. Your words are deeply like the Bible. Touch me, hold my bones, my heart, and everything breathe inside me. You, the beautiful poem, your child has come to be alive, to dance and to sing. حتى انا بكامل الانسان ما ضربش الحساب لواحد الحاجه اللي غتخسر عليه المخططات اللي 3 سنين هذه هو كيوجد فيها. ديبي وهي عايشه في عالم الاحلام الورديه ديالها كطيح عليها واحد الفكره اللي اسامه ما كانش متوقعها. طلبات منه يدوز معها في برنامج 90 دايز فيانسي واللي هو واحد البرنامج امريكي كيجيو ليه الامريكانيين اللي مصاحبين مع شي حد من ولا اخرى باش يختبروا العلاقه ديالهم ويشوفوا واش بصح يصلحوا لبعضياتهم. ولكن واخا المشاركين منهم لراسهم كيبغيو يدخلوا البرنامج الا انهم كيخلصوهم واحد المقابل مادي اللي انت كمغربي غتقول اللهم بارك. على كل حلقه كيدوزوا فيها كيتخلصوا ما بين 5000 حتى 10000 درهم، وكل ما زادوا طولوا شويه في البرنامج الثمن كيطلع وكيوصل حتى المليون ونص ولا اكثر شويه. وغير الاشاره الامريكانيين كيقولوا بلي هذا الثمن اللي مالي البرنامج كيعطيوه للمشاركين راه غير باش يسكتوهم وصافي، وبلي في الحقيقه وبالمقارنه مع برامج الواقع اللي عندهم فالقليله خصهم يشدوا واحد 5 مليون ولا اكثر. هذا البرنامج كيتقسم على 3 ديال المراحل. المرحله الاولى فاش لي كوبل يلاه كيتلاقاو مع بعضياتهم، والمرحله الثانيه هي فاش صافي اما كيقرروا يرتبطوا اولا كيديروا بناقص. ولكن واخا هكا كيخصهم ضروري يديروا واحد المواجهه بحال ما كان ستانايد بيناتهم. والمرحله الاخيره هي فاش الكوبل كيتزوجوا والشريك اللي عنده جنسيه امريكيه كيجيب مراته ولا راجلها اولا كيبقاو متبعين معاهم العلاقه ديالهم عن بعد. طاقم التصوير كيشوف كيفاش كيعيشوا مع بعضياتهم ومتقبلين الحياه الجديده والاختلاف ديال الثقافات اللي كاين. وبطبيعه الحال الدراما اللي كاينه في هذا البرنامج زايده اكثر من القياس. المهم اسامه في المرحله الاولى اللي يلاه كيتلاقى هو وديبي كان واحد النوع ديال التوتر في العلاقه، حيت ديبي جابت فلوسها وحوايجها وجات للمغرب وهي اولا تكمل فيه حياتها، خاصه وانها ارتحت بزاف في مدينه الرباط. ولكن اسامه صدمها وقال لها راه خصنا نمشيو نريحوا مع اما لي الدار واحد الشهرين حيت الكرارة غالي في الرباط. ديبي وافقات واخا ما كانش عاجبها الحال بزاف، ولكن فاش جات لدارهم زاد تاكدت بلي هي ما تقدرش تجلس مع عائلته، وبدات كتقول انه غير في المده ديال واحد 3 ايام حست براسها زاد تشرفات ب 10 سنين اخرى. مكثرش ما زعما الاوضاع متوتره زيد عليها ما كاين ما يدار في مدينه الخميسات لا فين تخرج ولا تسهر ولا تبدل الجو. حتى لهنا اسامه مسايس معاها غير على قبل الوريقات وصافي، ولكن هي في كل مره كيجي يهضر معاها لانها خصها ترجع لامريكان باش هو يتبعها ويديروا مستقبل زوين تما. دابي كتقول ليه كون بغيت امريكان كون كاع من جي هنايا. ايوا حريره هادي كي غيدير يقول لوالديه بلي ديك جوج كيلو ديال الحلوه كامله اللي ضيعوا عليها ما قداتو والو، وبلي راه ما كاين لا امريكان لا حتى شي حاجه. اختو تحطمت جال بصح وكانت غتسخف حيت منين كانت صغيره هي واسامه وهما الحلم ديالهم يمشيو لامريكان. اسامه شاف خيبه الامل اللي بنت على والديه وفحال الا كعنا وعن ما على دابي على هاد التقلبه اللي دارت ليه. فاش جات تهضر معاه على شنو غيديروا في المستقبل بدا كيقمع فيها حتى صافي غتفرقع عليها في مره وغيبدا يعاير فيها، مع العلم انه واخا فاش تلاقاها في الاول قال لها غير خصك تبداي تصبني وتعجني وتطيبي وتجمعي ليا الدار. تقول السيده باقي عندها الجهد ديال تماره، واخا هكاك قبلت بهاد الشروط ديالو اللي جاوها معيقين اكثر من القياس، ولكن باش وصل به الدرجه حتى يعايرها حتى لهادي لا. وبما انه ديبي ماشي مغربيه اللي غتصبر ليه على قله الادب ديالو جمعات باليسته وطلعت للرباط. وهو فحال الا حس بالشمته حيت ضيع معاها الوقت قال اجي نعاود ندير شي محاوله لناكل لها الدماغ، لا ربما تثق بلي راه بصح كنبغيها ويهديها الله عليا. وتما فين غيقرر يعيط عليها ويقول لها نتلاقاو في شي قهوه تمني تفرباط. ديبي بالفعل مشات للقهوه جلست كتسنى حتى جات عندها السربايه قالت لها شنو حب الخاطر. ديبي طلبت منها شي مارغريتا واللي هي خليط ما بين تيكيلا وعصير ديال الحامض وشي لعيبات اخرين. السربايه بقات غير مصدومه وقالت لها اختي حنا عندنا غير قهوه ولا اتاي. تمني كيجي عندها اسامه وبلاص ما يصلح الغلط ما حد باقي الحال ناض عاوتاني كيقول لها حنا ما درناش هذا الشيء ياك اتفقنا نمشيو لامريكان ونديروا مستقبلنا تما، واصلا ما خصكيش تدي عليا حيت كنت معصب وانا راه كنبغيك وماشي غير طمع عليك في الفيزا وصافي. هاد
الهضره كامله ما دخلتش لديبيل راسها وقالت لي انا ما عندي ما ندير بهذا الكذوب ديالكم. جات وخلاته. واحد شويه كتجي اسماء اختو عنده للقهوه وبدا كيهضر معاها بواحد الطريقه تقول السيده ما عايشاش معاها في الدار. وبالمناسبه هذا البرنامج راه بحال كاع البرامج، المخرج كيطلب منهم يمثلوا واحد شويه ويقدر كاع يقول لهم شنو غيقولوا بالرغم من ان الاحداث راه ماشي مفبركه، ولكن هما كيبغيو يزيدوا فيه واحد شويه باش تكون الدراما. وداك الشيء علاش كاين احتمال كبير ان ديك الهضره اللي قال اسامه لديبي ديال خصك تغسلي المواعين وطيبي ليا وتكوني مرا مغربيه راه غير باش يبينوا الامريكيين اللي متبعين البرنامج ان الراجل المغربي باقي تقليدي ولا بدائي وانه باغي خدامه ماشي مرا. على اي من بعد ما ديبي كترجع لليو اس كيوصلوا للمرحله الثانيه في البرنامج واللي هي المواجهه وما كاين غير فرشنين فرشك. في هذه المرحله المشاركين كيواجهوا بعضياتهم في ابي فيديو وهنا ديبي واسامه غيتواجهوا مع بعضياتهم باش نعرفوا شكون فيهم بصح قرب الاخر. واش اسامه هو اللي قنع ديبي باللي كيبغيها بدون ما يقول ليها بلي راه النيه ديالو هي انه يمشي لميريكان وحتى جات عاد صدمها، اولا ديبي هي اللي دارت معاه تزوج به وتديه معاها ولكن فاش جات المغرب بغات دير ليه خاويه في عمره. وهنا غتعترف ديبي بلي في ديك المده ديال 3 سنين اللي كانوا فيها مصاحبين صيفطت ليه مبلغ اللي كيسوى واحد 3 ديال المليون تقريبا، يعني بحال الا كانت كتصيفط ليه واحد 800 درهم في الشهر. اودي الا كان غير على هاد الثمن وصافي كون خدم ليه غير شي خدمه على قد الحال شرف ليه بزاف من هاد الشوهه، حيت على الاقل كان غيحافظ على الكرامه ديالو. وكتقول ديبي بلي فاش مشات المغرب دوزات هي وياه ليلى حميميه في الاوتيل. المهم راكم فاهمين شنو وقع بيناتهم. وقالت بلي هي من بعد ما قمعاتو في القهوه ورجعت لميريكان صيفط لها 60 ميساج في المده ديال 2 سوايع، ولكن هو نكر وقال بلي كان كيتميساج معاها غير باش يقطع معاها العلاقه، ونكر حتى انه كان كيقول لها بلي كان بغيك وبدا كيدخل ويخرج في الهضره. وهنا فين غتزيد القضيه تسخن مزيان حيت جولين ولد ديبي غيواجه اسامه. كي شافو قال لي عندك الزهر ما كاينش هنا، كنوريتك شنو هي التفله ليا الوالده، وقال لي انا راني بوليس الشريف وكنشم الكذاب من هضرته. هو يقول لي اسامه واخا الكلب اوكي دوك. تمنيت ولدها غيقصف اسامه بواحد الجواب اللي غيزعزعو من الداخل واخا راه هو غير بوحدو كتبان فيه الموت وما حاملش راسو. جوليان قال ليه سير غير قد سنانك بعدا وسير قلب ليك على شي خدمه بلاصه ما جالس كترزق بالعيالات الكبار اللي حساسين مساكن. ولكن اسامه قال ليه انا ما بغيتش نخدم حيت انا شاعر ورسام ومستعد نموت على قبل الفن ديالي. واخا كلشي بدا كيضحك عليه حيت داك الرسم ديالو ما غيوكلو تطرف ديال الخبز في امريكان، وبداو كيتنزلوا على الثقه في النفس الزايده اللي عنده حيت ما عنده لا موهبه لا والو. والخلاصه ديبي قالت لاسامه الا بغيتي نرجع انا وياك خصك تحرك جبل على قبلي، يعني سير تخدم وشري ليا تيكي من فلوسك وغادي نرجع. واش انت مستعد دير هادشي الا بصح كتبغيني؟ وهنا فين اسامه غيقول ليها لا ما فياش. الفيديو ديالنا كيسالي هنا، والاشاره فات لي دات البارت 1 اللي مختلف على هاد الفيديو واحد شويه فحال ما بغيتو تشوفوه غادي تلقاوه لتحت.